كثير فنانين هاجروا وتركوا البلد، اغلبهم كانوا زملاء لحضرتك من دفعتك كملوا برا، اليوم بتقولي خسرنا وخسرت الدراما ولا مثل ما قال نقيب الفنانين الدراما السوريه ولاده ولا تقف عند فنان شو الصح؟ اي نحن عنجد خسرنا وتراجعنا بسبب روحة كثير فنانين لاسباب متعدده ولا بتقولي نحن قادرين كملنا بلاهم؟ اول شيء اللي خسروا، نحن اللي خسرنا. تاني شيء انا بعتبر هجرتهم في بعضهم يعني ضلوا اسمهم سوريين وضلوا عم بيقدموا شيء مشرف <متل> مثل؟ مثل القصي، مثل باسل خياط مثل تيم، مثل هدول كلهم سوريين بيقدموا شيء مهم ونحن عم نتخير بيهم نحن <ممم> اللي اخذوا الطرف تاني هن الناس اللي خسروا، خسروا البلد وخسروا نفسهم وخسروا الفن تبعهم <ممم> آه بس الباقيين لا باقيين احنا مثل ما, ما قلت لك بنفتخر فيهم وبنحبهم وبنقول انه ليكن عنا نجوم م. البلد ولاده اكيد ليكو الجيل جديد, جديد عم يطلع منه وبيطلع منه لسه كتير م. يعني في ناس اكيد ما خربت الدنيا اصلا هن كبروا شوي هلا نعم <applause> يعني لازم يكون في نجوم صغار واذا اجوا اهلا وسهلا واذا ما اجوا اهلا وسهلا احنا مكملين ليه ما سافرتي؟ معرض عليك ما بتطلعي؟ ما, بتا. ما بتا. ما بقدر، ايه نعرض علي بس ما بقدر. أنا ما بقدر أعيش برات سوريا. مم. صعب أنا يعني قعدت بموسكو مم. سنتين ما كملت دراستي، المفروض كمل دكتوراه. مم. ما كملت ورجعت. يعني بالسنتين نزلت شي عشر مرات. مقدرتي. ما قدرتي؟ ما بقدر أبعد عن سوريا كثير. بروح بحب السفر كثير، أنا هوايتي الأساسية السفر. مم. بروح 15 يوم، شهر، كذا. أما روح وهاجر و... بصير عندي اكتئاب و... وما بقعد بحكي مع حدا آه. وموت قهر لا ما بقدر نزلتي على دبي اخذت الاقامه الذهبيه هلا بدي اروح تعرضت عليك هلا ايه انا وابني رايحين توافق إلكم ايه على الاقامه الذهبيه ايه انت نازلي ايه اه يعني مجرد ما يتصلوا فينا بال... بال... توافق ايه لك ولا سليمان ايه كنت انا حريصه انه انا وسليمان مم. سوا حسيتي انه هي مكسب وهي ميزه جيده لكل فنان سوري و... يعني انا بشكل اساسي ما بعرف يمكن انا ما بتهمني قد ما بهمني لازم كمان ايه؟ ايه. فقلت بصير اعمال مشتركه بصير كذا بتعرف انت اللي عنده اقامه بصير حركته اسرع مم. حتى اذا حب يروح يشم هوا ويرجع يعني والاقامه عشر سنين يعني مده من منيحه حلوه اه حتى ف... لك يعني كمان حلوه اه في عمل انا اذا ما طلعت ما عندي مشكلة. <applause> مشكله انا عم بشتغل هون وماشي هون <applause> محمد سليمان اكثر من شو بيقولوا <applause> اكثر من وين بدي وصل امل عرفه بتقول ايه اعلى شيء بهالبلد ادونيا، اخذنا ادونيا شو نعمل؟ ادونيا <applause> <applause> عن جد اخذنا ادونيا، شو نعمل؟ <applause> يعني بقصد المستوى اللي وصلنا له بدنا نحافظ عليه او نضل نرتفع شوي شوي بهذا السن، ما عم بحكي عن امل عم بحكي عن نفسي. ااا آه ف يعني بتمنى انه وقت اطلع يضيف لي شيء. يضيف لي شيء عن جد. اما ابني لا عم يبني حياته. فهو آه مهم كل الاسماء اللي شفتيهم بيستاهلوا الاقامه الذهبيه اللي طلعوا صح؟ هلا بيستاهلوا ما بيستاهلوا هذا شانهم مع الامارات ما بعرف مين بيستاهل ما بيستاهل ما دخلني زاولتي العمل الاداري وشغلتي منصب اول مديره سيده للمسرح القومي ما طولتي شغلت سنه ونص تقريبا قد كان ينفرض عليك ولم تكوني صاحبه قرار بمنصب يحتاج لعقل وتفكير وبعيد عن المحسوبيات كان ينفرض عليك شيء؟ آه اكيد في قرارات لت... تعملي اللي بدك اياه؟ شوي م. شوي يعني انا كنت رايحه باتجاه ثلاث خطوط م. اول شيء انه نرفع الاجر م. ارتفع للضعف بس ضل زهيد وقليل م. ارتفع للضعف بس زهيد وقليل ومكفي. آه رحت باتجاه الكوميديا قلت نروح نصوص كوميدية وتعوم ما في حدا يقدم لي تراجيديا و... وشو اسمه وحروب وما من... بدي جي... عم جيبوا كوميديا مسرحة. مسرحة. مسرح عم نحكي مسرح ايه ايه مسرح الظل لانه الناس طهقانين من الحرب طولهم كمان حرب بوشهم خذوا يعني اوكي اللي بده يجيب شيء حربي يروح باتجاه الكوميديا آه والشباب كنت كثير حابه هدول ثلاث شف... محاور كنت عم تحاول تشتغل عليها آه الشباب آه انا بعت له خبر مع اولادي مع ابني انه سليمان قال انه حدا حابب يخرج حابب من حيث الشباب هي تبع الهي شف لي مين كتير كنت حابه يعني مم. هدول ثلاث محاور اشتغل عليها قد قدرتي تقدمي شيء من اللي, اللي اللي كان ببالك بطموحي 20 مم. مم. بس. بس لو كملتي كنت كملتي كان كنت كان اكتمال اكثر بجوز بجوز بس انا يعني حسيت اني عم بدفش هذا الحيط دفش حيط دفش حيط هلا بالشيء الفني كانوا عاطيني مثل ما بيقولوا صلاحيات اكثر صلاحيات منيحه انه يعني اللي بتشوفيه انا اقرا النصوص انا اكتب تقارير نص كيف انا بلجنه القراءه انا بلجنه المشاهده انا بلجنه يعني كنت اعطين اطلق يدي حرام مدير المسارح انه اللي بتوافق عليه امانه بتوافق عليه واللي ما بتوافق عليه امانه ما بتوافق عليه أه ف يعني أه كنت مرتاح بهي القصه حدتك شوي حدت من 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 جهودك ومن صلاحياتك القوانين يمكن البعض بيوصفها بالجامده او الباليه لهيدي المؤسسه اكيد 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 صار هيك و... يعني اليوم بحاجه لت... لتعديل بعض القوانين يعني بحاجه أن نحن ننبش نمبشيش... نمبشي قوانين كل اللي من الخمسينات نكبها ونرجع نعيد النظر لانه انا ما بشبه ابني ابدا وابني ما بشبهني ابدا مم. يعني جيل تاني له علاقه بالنت وبالنتفلكس وله علاقه باليوتيوب وله علاقه بالمدري شو علاقه بالسينما العالميه و... يعني جيل ما بشبهنا بده قوانين تانية ما لها علاقه فينا نحن بعد الحرب لازم نعيد النظر بكيل مو بحياتنا وبقوانيننا وبعيشتنا وبطريقه التعامل يعني كتير في ثوره لازم تصير بقصه القوانين والحياه مشان نشبه اولادنا قدمت هذه الخطه والرفضت مثلا؟ يعني وقت اللي كنتي صاحبه قرار تقدمت عم تحكي هلا نحن هلا رفضت جزئيا مو كليا يعني. انه مو وقتها هلا؟ لا مو مو وقت، ايه مو وقت تماما، انه مثلا هاي المسرحية مو وقتها إيه تقدمت جزئيا يعني صار في شيء جزئي م. واختلفت أنا وياهم م. ايه بس قدمت شيء يعني قدمت أكيد اللي قدمته 70% منه تنفذ على إيه صعيد المسرح يعني بقصد المسرحيات اللي كنت أنا عم أقول هاي بتشتغل وهي بتشتغل وهي بتشتغل يعني ما ضغطوا علي قلت بت... لك الشيء الفني م. ما ضغطوا علي شيء كثير كنت صاحبه قرار اليوم بيتحججوا بيقولوا الامكانيات هالقد يعني شو الامكانيات اللي كانت موجوده كنت بان يعني انت كنتي موجوده بلب بل 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 المكان يعني مثل الدوله كلها انه هلا الامكانيات هيك هلا طالعين من الحرب طب انتم قبل الحرب كنتوا هيك بعد الحرب يعني عدم مؤاخذه ما بعرف شلون بدي بسمح لي انحكى ولا ما انحكى م. يعني انا كنت اخذ قبل الحرب 35000 معاشي او 40 ألف م. كان يفلح ويزرع م. انا هلا باخذ يمكن هلا بعد الزياده صاروا ألف م. يعني ما باخذ عشر معاشي م. تماما يعني اختلفت القصه كلها طب وبعدين انا ما بسال عن حالي نحن عم نشتغل برا ونظبط هذا الراتب يلي هو الراتب ايه يعني انا بتعرف قديش كان راتبي لمديرة مسرح قومي قديش زاد راتبي؟ م. 1200 ليره فوق راتبك الحقيقي 1200 ألف ألف ليره 1200 ليره رغم هيدا أنا... هيدي المسؤوليه وهيدا الكرسي وهذا المنصب آه يعني, إيه ما... لا ما له طمع انا رحت لاشتغل انا من المدراء اللي اشتغلوا يداوموا ثلاث ايام بالاسبوع م. يعني هدين كانوا يداوموا كل 15 يوم كان الاستاذ نضال سيجري كان يداوم كل يوم يعني وقت كان مدير مسرح الله يرحمه يعني. تعيش وانا كنت داوم ثلاث ايام ودوام رسمي يعني تابع كل شيء تلاقيني طالع نازله طالع تقلي لي مديرة العلاقات مدام استني المراسل الا لا بدي استنى مراسل ولا شيء ويني بالارشيف ويني بالمدري ويني بالديوان يعني انزل واطلع قول يعني ما راح استنى حدا ياخذ لي ويودي لي ويعمل لي وما قعدت بمكتبي ولا يوم كنت قاعدة عند معاونة مدير المسارح ليل نهار أنا وياها لأنه بنساعد بالبرامج واللي بيتقدم من نبرمجه فطول النهار قاعدة عند م. على الكرسي إلا إذا إجا واحد يحكيني شيء خاص فيه اضطر إنه افوت على مكتبي يعني قلت لهم هذا الكرسي أنا اللي شرفته مو متشرف هو تشرف مو أنا اللي شرفت فيه م. فعلى راسي وعيني طبعا مدير المسارح كلها بس يعني أنا كنت جاي أشتغل مو جاي مو ناقصني قلت له نجحتي ك ك كإدارية تقولي منيحة ماشي حالي قدي من عشرة؟ من عشرة يعني خليني يكون كتير منصفة سبعة ونص بالعشرة <applause>